ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن في انخفاض طفيف في درجات الحرارة مكمل معانا، هل هيكمل خلال اليومين الجايين ولا أكتر من كده وهنرجع تاني بقى الموجات الحر القصوى؟ بالفعل مكمل معانا 48 ساعة القادمة. جميل. يعني اليوم وغدا إن شاء الله، لأن احنا بيتأثر بمصادر كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا. وأيضا في امتداد كمان منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بدور بيحجب جزء من أشعة الشمس ويساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات أو أقل من المعدلات بحوالي درجة إلى درجتين عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32-33 درجة مئوية. جنوب الصعيد أيضا بتوصل ل 39 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية لأن السواحل الشمالية بتكون أقل درجة حرارة طبعا من القاهرة الكبرى، طقس شديد الحرارة على المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما وربيعية في أغلب مناطق الجمهورية، خاصة كمان إن بيبقى في نشاط نسبي للرياح سرعات ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة في أغلب مناطق الجمهورية فترات المساء وساعات الليل، بيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في أغلب محافظات الجمهورية، وقد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في الصحراء الغربية أو أقصى جنوب الصعيد، لكن ملوش تأثير على أي باقي المناطق الداخلية الموجودة في الجمهورية. كمان اليوم مع طبعا وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، في فرص لسقوط الامطار بشكل متفرق على بعض المناطق من سواحل. طب كويس، علشان كانت منى زميلتي بتسال السؤال ده النهارده الصبح، بقول لها في انخفاض في درجات الحراره النهارده، لكن عايز اسمع ان في امطار متقطعه كمان. حضرتك اهو قلتي احنا بالامس كان في امطار كمان وسط مناطق من شرق القاهره الكبرى، اليوم متوقع في المناطق الشرقيه في سواحلنا الشماليه الشرقيه، فالحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير. لكن خلينا نقول ان احنا خلاص النهارده البدايه الفلكيه لفصل الصيف اللي هيستمر معانا قرابه الثلاثه اشهر ان شاء الله. احنا يعني تدريجي هنحس ان نسب الرطوبه بدات ترتفع في الجو، لان الكتل بتبقى جايه من على البحر المتوسط بتتحمل بكميات من بخار الميه، فبالتالي نسب الرطوبه بترتفع في الجو، ده هنبدا نحس بيه تدريجي خلال الايام المقبله. عشان كده احنا بننصح كل الساده المشاهدين مهم جدا ناخد بالنا اول حاجه من التعرض المباشر لاشعه الشمس فترة الظهيرة تحديدا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر، الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا بقدر الإمكان وأنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا، بالإضافة كمان إن احنا نرتدي الملابس القطنية فاتحة اللون ونبقى موجودين في أماكن جيدة للتهوية بشكل كبير. طب والاجواء اللطيفه بتاعت بالليل مستمره؟ يعني الجو اللطيف الحلو بتاع بالليل دوت على الاقل 48 ساعه القادمه مستمر معانا الاجواء اللطيفه، يمكن كمان بعد 48 ساعه القادمه، لكن في بعض الايام اكيد لما يبقى فيه اعتدال في سرعات الرياح او هدوء لسرعات الرياح ممكن نحس ب يعني ارتفاع درجات الحراره، خاصه كمان ان احنا بنقول ان عظمه الرطوبه بتكون فترات الليل، لان فترات الليل الرطوبه بتزيد بشكل كبير وبتبقى فتره الليل بتوصل ل 75-80% في بعض الاماكن، فبنحس اكثر بدرجات الحراره فترات الليل او ان درجات الحراره فيها ارتفاع فترات الليل في الليالي اللي مش هيكون فيها نشاط للرياح. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 33 والصغرى 21، نفس درجة الحرارة أيضا في العاصمة الإدارية 33-21، الإسكندرية 28-20، أيضا في العلمين الجديدة 28-20، مطروح 26-20، وفي دمياط 28-21، بورسعيد 27-20، والإسماعيلية 34-21.
في السويس درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22، وفي العريش 29-21، في كاترين 30-14، وفي طوبة 33-23، في حلايب 33-28، وفي شلاتين 36-27، شرم الشيخ 36-26، والغردقة 35-26. في الفيوم العظمى 34 والصغرى 22، وفي بني سويف ايضا نفس درجة الحرارة 34-22، في الوادي الجديد 37-26، وفي اسيوط 35-23، سوهاج 36-25، وفي قنا العظمى 38 والصغرى 26، اما في الاقصر فدرجة الحرارة 38 والصغرى 26، وفي اسوان 39-27. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة وعبد الصمد ونتابع أهم الأخبار والأحداث النهاردة. شكرا ليك يا هالة. شكرا.